طيب هنكمل يا شباب ان شاء الله. يبقى انت عند حضرتك هنا الجزء ان انت حضرتك بتحط المين سيستم وهذا البعد، وتبدا حضرتك تكرره في الاتجاه الثاني على مسافات متساويه. المسافات دي مهمه جدا، اسمها الاس. الاس ديت اللي هي المسافه بين المين سيستم والمين سيستم، والمسافه دي بتبقى من 5 ل 8 متر. تمام. طيب حضرتك يا باشمهندس هتعمل المين سيستم، عرفت ليه احنا بنعمل مين في المين سيستم؟ لو انت حضرتك جيت تبص عليه حتى كشكل 3 دي اهو، هتلاقي ان ده اسمه ايه؟ كولم، وده اسمها رافتر. المسافه بين المين سيستم والمين سيستم دي بتبقى اسمها اس. لو حضرتك هتعمله تراس يا باشمهندس، فحضرتك هتلاقي ان انت بتعمله بالشكل ده كده. ده كده اول مكون يا باشمهندس حضرتك هتعمله، يا تختار المين سيستم يا فريم يا تراس. بالمناسبه كمان في نقطه انا عايزك برضه تبقى عارفها، هل يا باشمهندس ان انا لازم المين سيستم بتاعي يبقى تراس او فريم؟ يعني لازم اعمله كده، لان هو لو فريم لازم اعمل الشكل ده كده بس يا باشمهندس، يعني لازم الفريم بتاعي يبقى كده. هما لازم يبقوا عمودين اتنين، يعني المين سيستم يبقى فيه عمودين اتنين؟ لا، عادي جدا، ممكن تلاقي المين سيستم كده، ممكن تلاقي الفريم كمان شكله كده عمودين بس بالشكل ده، وممكن تلاقي يا باشمهندس المين سيستم بتاعك يبقى عمود كده وتلاقي حضرتك كده، مفيش مشكله، عادي جدا. وممكن تلاقي ان المين سيستم بتاعك فيه 3 اعمده، فيه اكتر، يعني مش لازم يبقى عمودين يا باشمهندس، ممكن يبقى عمودين او 3 او 4 او اي حاجه كده مثلا. يعني بص حضرتك هنا كان المين سيستم بتاعنا في الاول انت عامله كده، ده المين سيستم التقليدي بتاعنا، عمودين وبينهم رافتر، ده مين سيستم اهو، وبعدين جنبه كمان مين سيستم، عادي جدا مفيش مشكله. هل لازم الفريم بتاعي يبقى المين من الناحيتين؟ لا، عادي جدا، ممكن يبقى المين في اتجاه واحد. هل لازم يا باشمهندس ان حضرتك يبقى هم عمودين اثنين؟ لا، ممكن يبقى في اكتر من عمودين، عمودين، وممكن يبقى في اعمده جوه المين سيستم كمان، مفيش اي مشكله. طيب في كمان حاجة مهمة، هل المين سيستم بتاعك يبقى فريم بس أو تراس بس؟ يعني هو ما ينفعش يا باشمهندس يبقى جزء فريم وجزء تراس؟ لا، عادي جدا برضه، علشان إن شاء الله بكرة إحنا بنعمل لي أوت، هتلاقي إن أنا مثلا بحط لك مسألة كده، هتلاقي إن في جزء فريم زي كده يعني يا باشمهندس، وهتلاقيني بعمل لك جزء تاني مثلا تراس كده. يعني هكون بعمل لك جزء فيه في جزء فريم يا شباب، وهتلاقي إن في جزء تراس، مفيش أي مشكلة، عادي جدا. يعني هتلاقينا إن إحنا مثلا الفريم بتاعنا او المين سيستم بتاعك مش لازم يبقى فريم بس، ومش لازم يبقى تراس بس، ممكن يبقى اسمه تراس دي فريم، الاثنين مع بعض. خلاص كده يبقى حضرتك يا باشمهندس ده كده اول جزء او اول حاجه حضرتك بتختارها، وهي المين سيستم، هل هو فريم، هل هو تراس، هل هو تراس دي فريم. يعني من الاخر زي ما انتم كنتوا بتاخدوها في الخرسانه يا باشمهندسين، الاستاتيكال سيستم، الكلمه دي اكيد ممكن تكون سمعتوها يعني. ففي عندك حاجه اسمها الاستاتيكال سيستم، ده حاجه مهمه جدا طبعا معانا. تاني مكون يا باشمهندس بعد ما حضرتك بقى تركب الفريم الاول والفريم الثاني، لو حضرتك ركبت اول فريم وتاني فريم وسبتهم يا باشمهندس، هتلاقي ان الفريمات دي ممكن تقع بالشكل ده. ليه يا باشمهندس؟ الفريمات ديت بتبقى في الاتجاه الثاني كده بتبقى انستيبل. يعني هي مثلا هنفترض ان ده اتجاه واي، وده كده الاتجاه ده اتجاه اكس، الفريمات دي في اتجاه واي كويسه مفيش مشكله، لكن الفريمات دي يا باشمهندس في اتجاه اكس بتبقى انستيبل. فانت لازم الراجل ده ركبت اول فريم وتاني فريم، لازم نربط الاثنين دول مع بعض كده يا باشمهندس بعناصر كده. العناصر دي يا باشمهندسين اسمها ايه؟ اسمها سترات. طب يبقى ايه هو السترات يا باشمهندس؟ السترات ده عباره عن عنصر بنستخدمه علشان نربط المين سيستم ده مع المين سيستم الثاني، وهكذا بيتحط ما بين ده وده وما بين ده وده، بيتحط علشان يربط المين سيستم مع بعضه. بس يا باشمهندس لا، السترات ده ليه كمان فايده ثانيه مهمه جدا يا باشمهندسين. الفايده الثانيه بتاعت الاسترابت ده يا شباب، يبقى الاسترابت ده بيتحط علشان يربط المين سيستم مع بعض. الفايده الثانيه المهمه جدا علشان يقلل الباكلنج لينث للاعمده. ايه بقى موضوع الباكلنج يا باشمهندسين؟ ان شاء الله بعد كده هو ده اصلا هتبقى مشكلتك خلال الترم كله في الستيل، هي مشكله الباكل. الستيل يا شباب لو حضرتك جيت تضغط عليه كده وعندك قطعه ستيل جيت تشدها، هتلاقي ان نفس قطعه الستيل لو انت جيت تشدها هتلاقيها بتشيل قوه اعلى من نفس قطعه الستيل لو انت جيت تحمل عليها بضغط. بمعنى لو انا عندي حته ستيل يا باشمهندس وجيت اشدها، ممكن نلاقيها بتشيل قوه شد 100 طن، ولو جيت اضغطها هلاقيها بتتكسر عند 30 طن. طب ليه يا باشمهندس؟ هل الستيل بيشيل في الشد اكتر من الضغط؟ لا، ركز في الكلمه اللي انا هقولها دي علشان بعد كده ما تروحش تقول ان الباشمهندس قال لنا حاجه تانيه. الستيل يا باشمهندس بيشيل في الشد والضغط زي بعض، بس بشرط واحد. ايه هو الشرط؟ الشرط ان في حاله الضغط يا باشمهندس الستيل ده ما يحصلوش باكلينج. ايه اللي انت بتقوله يا باشمهندس؟ احنا دايما متعودين وسامعين دايما دايما بره ان الخرسانه بتشيل ضغط
وان الستيل بيشيل شد. اه على فكره خد بالك، الستيل بيشيل ضغط برضو زي الشد بالظبط، بس لازم تضمن حاجه واحده. اضمن ايه؟ اضمن ان الستيل ده ما يحصلوش باكلينج. طب هل انا اقدر امنع الباكلينج اللي بيحصل في الستيل؟ مستحيل، لازم يحصل باكلينج. علشان كده دايما هتلاقي ان الستيل في الضغط ما بيقدرش يشيل نفس قيمه الشد. طيب ليه يا باشمهندس لما بيحصل باكلينج بتحصل مشكله؟ لان لو جيت تبص معايا هنا كده في الجزء اللي بيتضغط ده، هتلاقي ان العنصر ده بيحصل له باكلينج كده. لما بيحصل باكلينج يا شباب بيحصل دلتا هنا، بتلاقي ان القوه مكانها هنا والعنصر بقى السي جي بتاعه هنا، فحصل فيه ايه؟ دلتا. فبقت القوه دي اللي جايه هنا دي مع الدلتا دي هتولد ايه؟ لما يبقى فيه قوه وذراع عزل هيولد مومنت. فبقى العنصر ده مش معرض لقوه بس، بقى معرض لقوه ومومنت. فالمومنت اللي جاي على العنصر ده هيعمل فيه ايه يا شباب؟ هيزود الباكلينج اللي جاي فيه، فهتلاقي العنصر بدأ يزيد. فتلاقي ان الدلتا دي حصل لها ايه يا شباب؟ زادت. الدلتا مع القوه تولد لك عزم زياده، فالعزم الزياده ده يعمل لك ايه؟ يزود لك الديفليكشن او الباكلينج اللي بيحصل. وهكذا يا باشمهندس، بتلاقي ان عند نفس مقدار القوه ان كل لما يحصل باكلينج فتلاقي المومنت بيزيد، فتلاقي الباكلينج بيزيد لحد لما يحصل انهيار للعنصر. اتمنى تكون وصلت لك لو حتى 5% من الفكره اللي انا عايز اقولها دي بس. يعني انت لازم تبقى واحد بتاع ستيل تبقى فاهم الكلمتين اللي انا قلتهم دول، لان دول فعلا هو اصلا الستيل يا شباب عنوانه الاساسي بالنسبه لك في دماغك دلوقتي. مرض الستيل، مشكله الستيل الاساسيه اصلا هي الباكلينج. لو قدرت انك تقلل الباكلينج على قد ما تقدر، فانت كده هتخلي الستيل ده تمام التمام، مش هيحصل فيه مشاكل. ليه بقى الباكلينج بيعمل مشكله؟ انا حاولت اوضحها لك. الباكلينج لما بيتحرك العنصر فبيحصل فيه ذراع عزل، فبيتولد مومنت، فالمومنت يعمل باكلينج زياده، فالدلتا تزيد فيولد مومنت جديد، وهكذا يا باشمهندس الى ان يحدث الانهيار. هلخص اللي انا قلته في دقيقه، هو الستيل بيشيل شد ولا ضغط؟ هو افضل في الشد عن الضغط؟ لا، هو يشيل في الاثنين زي بعض، بس لو قدرت انك تخلي الستيل ما يحصلوش بطء هيقدر يشيل في الضغط زيه زي الشد. طيب بما ان انت حضرتك هيحصل باكلينج يا باشمهندس، وفهمت انت ليه الباكلينج ده بيخلي ان الستيل يشيل في الضغط اقل من الشد، طبعا انت اكيد لو انت بتشدش حاجه مش هيحصل لها باكلينج يا باشمهندس. طيب ده كده جزء مهم جدا، حبيت بس لو مطلوب من حضرتك تبقى فهمت 5% من اللي انا قلته ده، لان ده ان شاء الله اصلا كل خلال المنهج بتاعنا في ثالثه وفي سنه رابعه باذن الله هو هيبقى كلامنا كله عن موضوع الباكلينج وازاي نقدر نقلله والكلام ده. حضرتك في العنصر بتاعنا العمود ده معرض لشد ولا لضغط؟ اي عمود معرض لضغط. فحضرتك يا باشمهندس هتلاقي ان العمود ده كده لما بيبقى معرض لضغط، الباكلينج لو مفيش استرابت يا باشمهندس هتلاقي الكلام ده واضح شويه تحت. فممكن ننزل كده، لو جيت حضرتك تنزل هنا يا باشمهندس، في حاله لو مفيش استرابات يا شباب هتلاقي ان الباكلينج بيحصل على طول العمود كله اهو. انما لو انت حضرتك استخدمت استرابات هتلاقي ان الباكلينج كده. طب ايه رايك لو انا كمان الاعمده كده عملت استرابت في البدايه وهنا وزودت كمان واحد، هتلاقي ان الباكلينج بدا يصغر خالص يا باشمهندس، لانك حضرتك بدات تربط العمود. فاذا الاسترابت ده ليه فايدتين، الفايده الاولى ان هو بيربط المين سيستم مع بعض، الفايده الثانيه ان هو بيقلل الباكلينج لينس اللي بيحصل في العمود. طيب هتروح بعد كده يا باشمهندس لحاجه ثانيه مهمه جدا، الكلام ده هتلاقيه واضح زي ما حضرتك شايفه كده، ان المين سيستم اللي باللون الازرق والمين سيستم في الشكل اللي قدامك ده فريم. بعد كده بنيجي نربط الاسترابتات يا شباب، والاسترابت ده بيركب ما بين العمود ده والعمود ده هو عشان يربط المين سيستم ويقلل الباكلينج لينس في الاعمده. حضرتك لو جيت تبص يا باشمهندس ليه شكل الاسترابات زي ما انت شايف، ولو انت بصيت في الشكل هنا زي ما انت حضرتك شايف بالشكل ده. طيب هنروح بعد كده يا شباب لحاجه مهمه جدا وهي التغطيه. احنا بقى عايزين نغطي المنشأ بتاعنا يا شباب، طبعا انت ما بتصبش بلاطه خرسانه، لا، امال انت بيحصل تغطيه للمنشأ ازاي؟ لو جيت اوريك هنا شكل المنشأ في الحقيقه، هو هتلاقي ان ده هانجر في الطبيعه بالظبط يا باشمهندس اهو. هتلاقي ان الهانجر بتاعنا في الستيل بيبقى عباره عن ايه؟ بيتغطى بصاج كده يا باشمهندس. الصاج ده اسمه كورجيتد شيت يعني، والصاج ده بيبقى عباره عن الواح كده يا باشمهندس تقريبا طولها 6 متر، في حدود 6 متر، والعرض بتاعه بيبقى اللوح ده تقريبا اللوح بيبقى في حدود متر، يعني عرضه بيبقى متر وطوله تقريبا بيبقى 6 متر. الصاج اللي انتوا شايفينه بره ده يا شباب، او الصاج اللي انت حضرتك شايفه معايا ده كده، بيبقى تخانته، تخانه الصاج ده يا باشمهندسين تقريبا نص مللي، من 0.
5 ل 0.7، يعني تقريبا من 5 من 10 الى 7 من 10 ملم. تخيل كده ان تخانه الصاج ده بتبقى عامله ازاي. فالصاج ده يا باشمهندس بيبقى ضعيف جدا، فانت حضرتك علشان تبدا تركب الصاج ده على المنشا فانت بتستخدم الكاميرات اللي انت شايفها معايا اللي باللون الاصفر دي. ايه بقى يا عم الكاميرات اللي عندك دي؟ الكاميرات دي يا باشمهندسين اسمها بيرلين، اللي هي دي كده اللي انا واقف عليها دي اسمها البيرلين. البيرلين دي يا باشمهندسين هي عباره عن كاميرات بيتم تثبيتها على الرافتر، بنثبتها على الرافتر زي ما انت حضرتك شايف علشان نثبت عليها الصاج بتاع السقف. يبقى بص كده للبيرلين اهي، اللي هي الكاميرات اللي باللون الاصفر اللي انت شايفها دي، حضرتك بنحطها ونيجي نركب عليها الصاج زي ما انت شايف كده. يبقى انت لو جيت تدخل جوه هنا كده يا باشمهندس، لو جيت ادخلك جوه المنشأ هنا كده اهو، حضرتك هتلاقي ايه؟ بص معايا كده هنا، هتلاقي في كاميرات اهي، دي اسمها الرافتر، دي الكاميرا، دي المين سيستم. ركبنا كاميرات اسمها بيرلين، البيرلين اتركبت وركبنا فوق البيرلين الصاج. طب كويس ماشي. البيرلين ده يا شباب بتتعمل القطاع بتاعها اما ان هو يكون سي سيكشن زي ما انت شايفه كده، او ممكن تتعمل زد سيكشن يا باشمهندسين. زي ايه يعني؟ هوريلك هنا القطاع بتاعك ممكن يبقى زد سيكشن يا باشمهندس، ممكن يبقى القطاع بتاعها كده، ممكن يبقى سي سيكشن او ممكن يبقى زد سيكشن. يعني بص كده الشكل الزد ده وده شكل السي، فهي ممكن تتعمل سي سيكشن وممكن تتعمل كمان زد سيكشن. تمام. الكاميرات دي يا باشمهندس اللي هي البيرلين دي بتتحط كل مسافه من متر ونص ل 2 متر، يعني المسافات بينها بتبقى مسافات متساويه. لو انت حضرتك قلت ان انا همشي كل متر ونص احط واحده، يبقى كل متر ونص على الرافتر هركب بيرلين يا باشمهندس. طيب ده كده الجزء الاولاني. الجزء الثاني يا باشمهندس، يبقى انت حضرتك عايز تحط صاج على المنشا ده من فوق او تقفل المنشا من فوق بصاج، يبقى الاول لازم نركب البيرلين وبعدين نركب فيها الصاج. الحاجه الثانيه يا شباب، وهنا في نقطه مهمه جدا عايز برضه اوريها لك الاول قبل ما نطلع، لو جيت حضرتك تبص في النقطه دي يا باشمهندسين اللي هي هنا دي، في نقطه اختلاف الميل يا باشمهندس، دي ممكن تبقى واضحه في الموديل ده اكتر. البيرلين اللي انت حضرتك شايفها دي، لو جيت تبص هنا كده في النقطه اللي في النص دي يا شباب، دي اسمها نقطه اختلاف ميل او نقطه الابكس. النقطه دي كده يا شباب، النقطه دي بنلاقي ان احنا في عندها 2 بيرلين اهو. بص كده علشان النقطه دي لما نيجي اشرح لك اللي اوت بكره وناخد اللي اوت، هتلاقي حضرتك ان انت الموضوع صعب معاك شويه. في النقطه اللي فيها اختلاف ميل دي يا باشمهندس، بنبدا نركب 2 بيرلين. ليه؟ لان في واحده مع نهايه الميل ده وفي واحده مع نهايه الميل التاني. تمام. البيرلين زي ما انت حضرتك شايف في المنشا ده، والمنشا ده انا مش حاطط فيه صاج خالص عشان تبقى انت متخيل. المين سيستم، بعد كده المين سيستم فيه بيرلين متركبه هي. بعد كده يا باشمهندس نيجي بقى نروح للعنصر رقم 4 ورقم 5 بقى زي ما يكون، اللي هو اسمه السايد جيرث. السايد جيرث ده يا شباب بتبقى زي البيرلين بالظبط، بس بدل انت حضرتك عايز تقفل المنشأ من الجنب. عشان نبدا نقفل المنشأ من الجنب يا باشمهندس، انت دلوقتي عملت ايه؟ قفلت المنشأ من فوق من الصاد، يبقى انت في هنا السقف بتاع المنشأ، غطينا المنشأ في السقف او غطينا سقف المنشأ بالصاد. عايزين نغطي بقى جنب المنشأ يا باشمهندس، نقفل الجنب بتاع المنشأ. عشان تقفل الجنب بتاع المنشأ ده حضرتك بتعمل ايه؟ ركز معايا كده، وانت عديت جنب تشييد او جنب اي هانجر هتلاقي الاول الدور ده بيبقى في حدود 3 متر او 4 متر، بعد كده بيبقى في باقي البتاع. لان ارتفاع المنشا ده يا باشمهندس، ارتفاع المنشا ده يا شباب بيبقى في حدود مثلا نقول 8 متر او 10 متر، ارتفاع الاعمده الجنب ده بيبقى ارتفاعه مثلا 10 متر. انت بتيجي تعمل سور كده يا باشمهندس، السور ده بيبقى في حدود 3 او 4 متر. تمام. بيفضل عندك فراغ فوق يا باشمهندس، الفراغ ده حضرتك هتقفله باستخدام الصاج. وبالتالي يا باشمهندس عشان نركب صاج على الجنب، فحضرتك لازم الاول تركب كاميرات تركب عليها الصاج. ايه هي الكاميرات دي يا باشمهندس؟ بنسميها السايد جيرس. السايد جيرس يا شباب اللي حضرتك شايفها معايا هنا، اللي هي باللون الاصفر اللي حضرتك شايفه ده، الكاميرات دي برضه نفس الفكره، هي زي البيرلين. البيرلين بتتركب على الرافتر فوق، السايد جيرس بتتركب على الاعمده على الجنب عشان نركب عليها الصاج بتاع الجنب. تمام. المسافات ما بينها يا باشمهندس بتبقى من 1.5 ل 2 متر برضو زي ما حضرتك شايف. في بس نقطة مهمة أنا حابب من الموضوع ده حضرتك تبقى واخد بالك منها، وهي اللي باللون الأصفر ده يا شباب فوق دي اسمها البيرلين، اللي باللون الأصفر على الأعمدة دي اسمها سايد جيرس يا باشمهندس. عايز بقى حضرتك تاخد بالك معايا كويس جدا في حاجتين أنا هشاور لك عليهم دلوقتي تاخد بالك منهم. بص ده العمود أهو، ده عمود المينسيس، العمود ده متركب عليه من بره مين؟ السايد جيرس.
خد بالك العنصر اللي انا واقف عليه اللي هو منور قدامك دلوقتي في الشاشه ده اللي هو الاستراكت اللي انا كنت لسه من شويه صغيرين قايل لك عليه. العنصر بقى اللي باللون الاصفر اللي هو نور دلوقتي ده يا باشمهندس ده اسمه ايه؟ سايد جيرد. خلي بالك عشان النقطه دي هتفضل حضرتك بكره تايه. حاجه اقول لك خلي بالك ان العمود بيتركب عليه حاجتين اهو، العمود بيركب فيه الاسترابات، الاسترابات بتركب ما بين العمود والعمود جوه يعني. يعني بص الاسترابت ماشي ازاي اهو، بص الاسترابت من العمود للعمود مربوط في الويب ده ومربوط في الويب التاني. اما السايد جيرس يا شباب بتبقى متركبه على الفلانج، بتتركب على الفلانج من بره زي ما حضرتك شايف كده يا باشمهندس. تمام، يبقى احنا عندنا في سايد جيرس يا باشمهندسين. هتروح بعد كده للجزء اللي بعده يا باشمهندس، وهو الجزء في عندنا البيرلين وفي السايد جيرس يا باشمهندسين. في حاجه اسمها الاند جيبل. الاند جيبل ده يا باشمهندس اللي هي اعمده الواجهه، واعمده الواجهه دي يا باشمهندس اللي هي بتتركب في البدايه مع اول مين سيستم واخر مين سيستم. ده حضرتك هتلاقيها واضحه هنا اهو في الجزء بتاعنا ده يا شباب. لو جيت تبص الاعمده بتاعتنا خلي بالك من حاجه مهمه، المين سيستم بتاعك اللي هو الجزء ده كده يا باشمهندس، والجزء ده كده، والجزء ده، والجزء ده. خلينا ناخد معاهم عشان تبقى انت فاهم ايه هي اعمده الاند جيبل اللي انا عايز اقول لك عليها. بص كده يا باشمهندس اللي ظهر قدام حضرتك ده مين سيستم اهو. المين سيستم بتاعنا يا باشمهندسين اللي هو الجزء ده كده، اللي هو الجزء اللي منور قدام حضرتك ده. في ثلاث اعمده تانيين هنا كده يا باشمهندس، دول موجودين مع اول مين سيستم واخر مين سيستم بس. دول اسمهم ايه؟ اسمهم اند جيبل. انا عايزك تركز كويس ما بين العمود ده، العمود ده اسمه عمود المين سيستم الاساسي، العمود ده ضربه في الاتجاه نون في اتجاه المين سيستم. بص بقى عمود الاند جيبل بتلاقيه ان هو عمود عكس عمود المين سيستم. فلو جه حضرتك عشان تحاول بس لما تركز عليه في المنشأ بشكل عام، يبقى العمود ده العمود الاساسي بتاع المنشأ. العمود الثاني ده يا باشمهندس خلي بالك ان هو اسمه اند جيبل، وده بيتحط في الاول وفي الاخر بس. يعني بص كده هنا وموجود في البدايه، لو انت جيت دخلت جوه هنا كده يا باشمهندس هتلاقيه مش موجود. كمان ده هتلاقيه واضح اكتر لو جينا دخلنا على المنشأ الكامل ده يا باشمهندس اللي هو هنا ده. لو حضرتك جيت تبص كده معايا على المنشأ ده كده وجيت تدخل فيه كده يا باشمهندس هتلاقي ان هنا بيتحط له الاند جيبل ده. بص موجود فين هنا؟ موجود في بدايه المنشأ، لكن هو هتلاقيه مش موجود جوه. طيب هتعرف ليه هو بيتحط في البدايه وفي النهايه بس يا باشمهندس؟ الاعمده دي بتتحط علشان نركب عليها الكاميرات اللي باللون الاصفر اللي انت شايفها دي. ما انت لسه يا باشمهندس من شويه قايل لنا ان الكاميرات دي اسمها سايد جيرس. لا خد بالك ان الكاميرات اللي فوق ديت كان اسمها بيرلين وبنركب عليها السايد بتاع السقف. الكاميرات الصفراء اللي بتتركب على الاعمده او الكاميرات اللي باللون الاصفر اللي ظهر قدامك اللي على الاعمده دي اسمها سايد جيرس، ودي بنركب عليها الصاج بتاع الجنب. الكاميرات اللي بتتركب على الاند جيبل او بتتركب في الواجهه يا شباب ديت بيبقى اسمها دي كده اسمها سايد جيرس. اللي بتتركب في الواجهه دي نسميها الاند جيرس، اللي هي دي كده مش مهندسين اسمها اند جيرس. ودي بتتركب هي نفس كاميرات السايد جيرس بتتركب في الواجهه علشان نركب عليها الصاج بتاع الواجهه يا باشمهندس. تمام، يبقى احنا عرفنا في حاجه اسمها اند جيبل، في حاجه كمان اسمها الاند جير. الاند جيبل ده يا باشمهندسين بتتركب مع اول مين سيستم واخر مين سيستم فقط لا غير علشان نركب عليها الاند جير اللي بنركب عليها الصوت بتاع الواجهه. تمام، المسافات ما بين الاند جيبل وبعضها يا باشمهندسين يعني المسافه ما بين اي عمودين في الواجهه هنا بتبقى من 5 ل 8 متر. يعني المسافه بين اي عمودين في الواجهه او المسافات ما بين الاند جيبل بتبقى في حدود من 5 ل 8 متر. مهم جدا انك تبقى فاهم ان ضرب العمود ده بتاع الاند جيبل بيبقى عكس العمود الاساسي او عكس عمود المين سيستم. يعني بص العمود ده ضرب العمود يا باشمهندس يعني في اتجاه جوه كده، لكن ضرب العمود ده يا شباب بتلاقيه في اتجاه المين سيستم. كده يا باشمهندسين حضرتك تقريبا عرفنا يعني ايه مين سيستم، وعرفنا كمان يا شباب ان في حاجه اسمها ستراب، ويعني ايه بيرلين، يعني ايه سايد جيرس، يعني ايه اند جيرس، يعني ايه اند جيبل. هنروح كمان يا باشمهندس لحاجة تانية مهمة جدا وهي اسمها الكرين جردر. يعني ايه بقى يا باشمهندس موضوع الكرين ده؟ الكرين ده يا شباب بمنتهى البساطة عايزك بس تعرف عنه معلومة واحدة مش أكتر. الكرين ده بيبقى عبارة عن إن أنت في بعض المنشآت حضرتك بتحتاج الصناعية، يعني لأن الهناجر ده يا شباب أصلا هي في الغالب بتبقى منشآت صناعية. في الغالب حضرتك لو جاي عايز تشيل حاجة من مكان تنقلها مكان تاني، فانت حضرتك بتضطر انك تعمل له ونش. الونش ده بيبقى عباره عن ايه بقى؟ ركز معايا كده. بنيجي من كل عمود من اعمده المين سيستم يا شباب وتطلع منه عنصر صغير كده اسمه براكت اهو.
يعني بتيجي من كل عمود من اعمده المين سيستم، وشايف العنصر الصغير ده كده اسمه براكت، فبتيجي من كل عمود وتقوم جاي مطلع براكت يا باشمهندس العنصر ده، يبقى من العمود ده نعمل نطلع عنصر صغير كده، والعمود الثاني ده برضه نعمل نفس الحركه اهو نطلع برضه عنصر صغير. تمام، نيجي بعد كده ما بين البراكت ده والبراكت ده نحط بينهم الكاميرا اللي انت شايفها دي كده اسمها كرين جيردر. الكرين جيردر ده يا شباب بيبقى متثبت فوقيها كده ريلز قضبان يا شباب زي قضبان السكك الحديد كده. هتعرف ايه فايدتها دلوقتي؟ نفس الكاميرا دي يا شباب بتبقى ممتده بطول المنشأ زي ما انت شايف، وبعملها على الصف الثاني من الاعمده. وبعدين تعالى بقى بص شوف ايه اللي بيحصل، بنجيب يا باشمهندس عربيه كده، العربيه ديت بيبقى ليها عجلتين زي عجل القطر يا شباب، يعني لو حضرتك جيت تبص عليها هتلاقيها هتشوفها هنا اهي. بيبقى في هنا عربيه كده بعجلتين ماشيه على القضبان اللي انا كنت لسه بقول لحضرتك عليها من شويه اللي هي دي. طيب العربيه دي يا شباب بتبقى شايله كاميرا كبيره زي ما حضرتك شايفها كده اهي، الكاميرا اللي من هنا واصله لحد هنا، الكاميرا دي اسمها كرين بريدج. الكاميرا دي يا باشمهندس بيبقى ماشي عليها او متركب عليها موتور كده ونش، يعني الموتور ده يا شباب بيبقى عنده امكانيه الحركه العرضيه، يعني يقدر يتحرك ازاي؟ بتلاقي ان الموتور ده بيتحرك كده. العربيه دي يا باشمهندس بتقدر ان هي تتحرك في الاتجاه الطولي ده. فلو حضرتك مثلا عايز تشيل حاجه من مكان تنقلها لمكان تاني جوه المنشأ، فالموضوع ده بيبقى سهل جدا، لان حضرتك بمنتهى البساطه بتيجي تقدر انك تتحرك طولي وعرض خلال المنشأ باستخدام الونش. مش مطلوب من حضرتك خالص تعرف اي حاجه غير انك تبقى عارف ان هو يعني ايه ونش ده، وده ممكن يتعمل في المنشآت ولا لا. ده بعد كده ان شاء الله بعد الميد ترم هيبقى ليه شغل لوحده وليه تصميم لوحده، ده انت حضرتك مش محتاجه. بالمناسبه اللي انت محتاج اللي انا عايزك تطلع بيه منه كله النهارده او الموضوع ده، انك تبقى بس شفت كل حاجه في شكلها ازاي في الطبيعه الى حد ما، الموضوع ده يبقى انت متخيله الى حد ما، بس متخيل هو ايه المنشأ الهانجر اللي احنا بنتكلم فيه، عارف يعني ايه سترات، يعني ايه بيرلين، يعني ايه سايد جيرس، يعني ايه اند جيرس، يعني ايه كرين جيردر، لما نيجي نقول لك يعني ايه كرين جيردر الكلام ده كله يا باشمهندس تبقى فاهمه وتبقى عارف احنا بنتكلم فيه. بعد كده يا شباب هنتكلم على اخر جزء في المنشا ده يا باشمهندسين معانا، وهو في حاجه كده ظاهره قدامكم هنا اتمنى تكونوا واخدين بالكم منها. ايه اللي ظاهر قدامنا يا باشمهندس؟ اللي ظاهر قدام حضرتك دلوقتي ان في اكسات كريم ظاهره كده. جلدر الاكسات اللي انا شايفها دي يا شباب اللي هي هنا دي، وفي اكسات كمان هنا، ولو انت مركز معايا هتلاقي ان الاكسات اللي انا عملتها دي كده انا ما عملتهاش غير في الجزء ده اللي في الاول وفي الاخر بس. قبل ما اقول لك بس في كلمه كده عايزك تاخد بالك منها هتسمعني بقولها لك على طول، كلمه باكيه، هتلاقيني بقول لك دايما الباكيه الاولى، الباكيه الثانيه، الباكيه الاخيره، مش عارف ايه باكيه. الباكيه ده يا شباب اللي هو بص حضرتك ده مين سيستم اهو ماشي، وده مين سيستم تاني، المنطقه المحصوره ما بينهم دي كده يا شباب المساحه دي كده بنسميها باكيه. فانت حضرتك بتحط الاكسات اللي انت شايفها دي كده في اول باكيه زي ما انت شايف كده وفي اخر باكيه. طيب يبقى احنا عندنا انت دلوقتي عرفت حاجه مهمه، يعني ايه كلمه باكيه دي مهمه. في بقى حاجه كده يا باشمهندس اكسات حضرتك عملت تعملها في الاول وعملتها في الاخر، دي اسمها ايه؟ اسمها بريسنج. هو ايه بقى يا باشمهندس موضوع البريسنج اللي انت بتكلمنا عنه ده؟ البريسنج ده يا شباب بنستخدمها يا باشمهندسين علشان تنقل احمال الرياح اللي جايه على واجهه المنشأ. طيب في بس عايزك تاخد بالك معايا كده لحظه بسيطه وتركز معايا، المنشآت المعدنيه يا شباب ومن ضمنها الهناجر اللي احنا بناخدها وزنها بيبقى خفيف. طيب فحضرتك المنشآت دي بيبقى تأثير الزلازل عليها صغير جدا، بس بيبقى تأثير الرياح عليها عالي جدا. الرياح ممكن تيجي على المنشأ يا باشمهندس في اتجاهين، اما ان الرياح تبقى جايه على المنشأ في الاتجاه ده او تبقى جايه على المنشأ في الاتجاه التالي ده. يعني الرياح ممكن تخبط هنا، ده اسمه جنب، بالمناسبه برضو ثلاث كلمات مهمه، ده اسمه جنب. الجزء اللي في الاول ده اسمه واجهه، واجهه المنشأ يعني. الجزء اللي فوق ده يا شباب اسمه سقف المنشأ. جميل جدا، يبقى انت عندك المنشأ لما اجي اقول لك السقف اللي فوق ده اسمه جنب المنشأ وده اسمه الوجه. تمام، الرياح ممكن تخبط في المنشأ او تأثر على المنشأ من اتجاهين، يا تخبط في الجنب هنا يا اما تيجي تأثر على الوجه. لو الرياح جت تأثر على الجنب يا باشمهندسين مين اللي بيشيل حمل الرياح ده، او الرياح دي بتتنقل ازاي لحد لما توصل للأواعي؟ حضرتك الرياح بتخبط في الصاج اللي هنا، الصاج ده يا باشمهندس متشال على ايه؟ في ايه اللي بيشيل الصاج بتاع الجنب؟ بالترتيب الاول هتلاقي في كاميرات هنا كنت انا لسه قايل لك عليها من شويه اسمها ايه؟ اسمها السايد جير. يبقى حمل الريح هيخبط في الصاج وبعدين يتنقل من الصاج للسايد جير،
وبعدين يتنقل من السايد جيرز لمين؟ للمين سيستم، والمين سيستم بينقله للفاونديشن. طب ده اتجاه الرياح اللي جاي على الجنب. طب اتجاه الرياح يا شباب اللي بيبقى جاي على الواجهه، اللي بيأثر هنا في الاتجاه الواجهه ده كده يا باشمهندس، بيتنقل ازاي بقى للفاونديشن، للقواعد اللي تحت دي؟ بيخبط الاول في الصاج اللي انت شايفه ده. الصاج ده يا باشمهندس بينقل احماله للاند جيرت اللي انت شايفها. الاند جيرت دي يا باشمهندسين بتنقل احمالها للاعمده اللي متثبته عليها اللي هي الاند جيبل. الاند جيبل يا باشمهندس هتلاقيه بينقل احماله لعناصر كده اسمها الهوريزونتال ويند بريسنج اللي انت شايفها دي. الهوريزونتال ويند بريسنج دي يا باشمهندسين هنلاقيها ان هي بتنقل احمالها حاجه ثانيه مهمه جدا اسمها الفيرتيكال ويند بريسنج. فحضرتك يا باشمهندس لو جيت تبص كده هنا هتلاقي الموضوع ده اوضح شويه. هتلاحظ كمان حته مهمه ودي برضه هتلاحظها شويه هنا، لو انت بصيت هنا هتلاقي في ان ثلاثه اند جيبل. يبقى الرياح خبطت في الصاج، اتنقلت من الصاج للاند جيبل، الاند جيبل اتنقلت للاند جيبل، الاند جيبل بينقل للعناصر اللي انت شايفها الاكسات دي كده او المقصات الافقيه بنسميها هوريزونتال ويند بريس. الهوريزونتال بريسنج ده يا شباب بتاخد حمل الرياح من الاند جيبل توصله هنا يا باشمهندس في الاتجاه الرأسي لحاجه مهمه جدا اسمها الفيرتيكال بريسنج اللي حضرتك شايفها دي. الفيرتيكال بريسنج دي بتبقى اكسات كده بس بين الاعمده. الهوريزونتال بريسنج اكسات بس ما بين الرافتر يا باشمهندس وبعضها. حضرتك الهوريزونتال بريسنج دي او نقلت للفيرتيكال بريسنج، والفيرتيكال بريسنج بتنقل تحت للقواعد يا باشمهندس، يبقى مفيش اي مشكله. طيب ده كده اتجاه الرياح اللي هو بيبقى جاي على الجنب واتجاه الرياح اللي بيأثر على الوجه. في بعض الحالات يا شباب حضرتك بتحتاج انك مثلا لو انت باصص للفيرتيكال بريسنج بتاعتك دي، فممكن الفيرتيكال بريسنج بتاعتك دي تبقى كروس هنا يا شباب. لو حضرتك ده عايز تعدي من مكان هنا لمكان لجوه، يعني انت بره هنا وعايز تدخل جوه، عايز تعمل فتحه هنا، عايز تعمل باب ما بين العمود ده والعمود ده، هتلاقي ان الكروس ده موجود فهيعيق الحركه. ممكن يا باشمهندس نشيل الفيرتيكال بريسنج في الاكس اللي انت شايفها دي ونعمل حاجه مكانها كده يا شباب اسمها البورتال فريم. ايه بقى موضوع البورتال فريم؟ البورتال فريم ده يا شباب بيبقى عباره عن ايه؟ بص كده العمود بتاع المين سيستم اهو. البورتال فريم ده بيبقى عمود صغير مربوط في العمود الكبير اما بمسامير او لحام. بص يعني بيبقى العمود ده هو العمود اللي انت شايفه ده العمود الكبير يا شباب اهو. بنجيب عمود تاني صغير كده يتربط فيه باما بمسامير او ممكن نلحمه في العمود الكبير يا شباب. ونفس الكلام هنا نعمله الناحيه التانيه اهو عمود تاني. والعمودين دول يا باشمهندس في كاميرا واصله ما بينهم. النظام ده كده العمود ده مع العمود ده مع الكاميرا دي بنسميه بورتال فريم. طيب انت لما عملت البورتال فريم في المكان ده فانت عملته علشان ما نعملش اكس في المكان ده. ليه يا باشمهندس؟ يبقى ممكن البورتال فريم ده نستخدمه بديل للفيرتيكال بريسنج لو احنا مش هينفع نعمل فيرتيكال بريسنج كروس. يعني حضرتك عايز تعمل فتحه هنا، عايز تعمل باب، ايا كان. الفيرتيكال او البورتال فريم كمان يا شباب ليه استخدام ثاني مهم جدا، ليه استخدام تاني برضه مهم جدا، هو واضح هنا مش واضح عندنا بس واضح في المحاضره عند الدكتور احمد. ليه استخدام تاني مهم جدا يا باشمهندسين البورتال فريم، ان لو حضرتك عايز مثلا حاطط المين سيستم بتوعك وجيت مثلا في عمود من اعمده المين سيستم يا شباب، هو المفروض ان كان في هنا عمود مين سيستم. لو حضرتك عايز تشيل العمود بتاع المين سيستم ده، عايز تلغيه يعني، فحضرتك بنعمل بورتال فريم. البورتال فريم ده كده يا باشمهندس برضه بيشيل العمود. لو انت حضرتك عايز تشيل عمود فالكاميرا اللي جايه هنا دي شلت العمود اللي كان شايلها، فهنعمل لها كاميرا تشيلها يا باشمهندس. الكاميرا دي يبقى البورتال فريم ليه استخدامين، يستخدم بديل عن الفيرتيكال بريسنج في عدم القدره على وضع فيرتيكال بريسنج. الحاجه الثانيه لو بنستخدم الفيرتيكال بريسنج يا باشمهندس لو احتجنا اننا نزيل عمود من اعمده المين سيستم. بعد كده يا شباب ده كده بالنسبه للجزء ده. في كمان هتلاقي جزء هنا بقى فكره الصاج الكورجيتد شيت اللي انا قلت لك بنستخدمه في تغطيه المنشا. في جزء كمان مهم جدا اللي هو خاص بحاجه اسمها الكراون. الكراون ده مش مهندس بنستخدمه علشان نقفل الصاج في المنطقه ديت اللي هي منطقه تغيير الميول اللي هو الجزء ده كده يا باشمهندس. الجزء ده اسمه كراون وده بنستخدمه عشان نقفل الصاج في منطقه تغيير الميول. في جزء كمان مهم جدا بتلاقيه بره كده اللي هو الجزء ده اسمه رين جاتر، والجزء ده يا شباب بنستخدمه علشان تجميع مياه الامطار على جانبي المنشا اللي هو الجزء المجرة المطر اللي هو الجزء ده كده يا باشمهندسين. دي مجرة مطر بتستخدمها عشان تجمع. الجزء ده اسمه كراون بنستخدمه عشان نقفل
الصاج مع بعض يا باشمهندس، يعني لو حضرتك بصيت كده هيتضح دلوقتي افضل. لو انت جيت تبص هنا يا باشمهندس هتلاقي ان الصاج ده الميل ده مع الميل ده، هتلاقي ان المنطقه دي لو احنا ما عملناش فيها فرامل هتبقى مفتوحه يا باشمهندس، ممكن يحصل فيها ان الامطار تنزل منها او حاجه، فاحنا عايزين نقفل الصاج ده على الصاج الناحيه الثانيه، فبنستخدم حاجه اسمها الكراون. ده كده يا باشمهندس بالنسبه لي جزء صغير يعني